السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي بشوف أداة جوه الكانفا. الأداة دي بتخليني أكتب بشكل حلو. هاجي هنا في سيرش وأقول له إن أنا عايز المش جرادينت، طيب جرادينت، وأقول له إن أنا عايز في تصميم جديد حاجة بالشكل دوت، وليكن مثلا انستجرام. ممكن من أي صورة أنت عندك تخش على الأبس وتدور عليها وتضيف عندك. هنكتب مثلا اي كلمة انت عايزها، تمام، وليكن مثلا الفونت اهوت الشكل، يبدأ بقى يعملها بالشكل دوت. تقدر بقى تعمل التلوين اللي انت عايزه، وتقدر تختار الوان مختلفة بالشكل دوت، التدرج اللوني اهو، وتقدر تضيفه للديزاين بتاعك، وتقدر تكبره بالشكل دوت. فبحنا بنعمل تكست بشكل جميل زي ما انت شايف، وتقدر تتحكم فيه في الشكل بتاعه زي ما انت عايز. الفونت تقدر تتحكم فيه.